أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، فيها مزيج من الأخبار والمقالات وأرائكم أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الصحة اليمنية. والبداية من أبرز عناوين الصحف المحلية. الصحوانات، الأمم المتحدة تضرر قرابة 15,000 يمني من الأمطار في الثلث الأول من العام الجاري. كهرباء عدن تعلن بدء الخروج التدريجي لمحطات التوليد بسبب نفاد الوقود. انطلاق الرحلة الجوية الأولى لإجلاء الرعايا اليمنيين من بورت سودان إلى عدن. المصدر أونلاين، بعثة الأمم المتحدة في الحديدة سجلنا 13 ضحية في 6 حوادث متعلقة بالألغام خلال شهر أبريل. الجوف، مقتل مسن برصاص عناصر نقطة حوثية أثناء محاولة عائلته إسعافه للمستشفى. العاصمة أونلاين، سخرية واسعة، عناصر حوثية تتسول التجار لدعم مراكز الجماعة الصيفية في صنعاء. هددت بقطع خط صنعاء الحديدة. قبائل بني مطر تلوح بالتصعيد رفضا للتعسفات الحوثية. في سهيل نت، العليمي يستقبل الصحفيين المحررين ويشيد بشجاعتهم وصبرهم الملهم بوجه الإرهاب الحوثي. الحرف 28، مسؤول حكومي، الحوثيون ساوموا فنانة للعمل ضمن شبكة دعارة للإيقاع بخصوم سياسيين وإعلاميين. كانت هذه جولة في عناوين الصحف المحلية، ننتقل إلى جولة أخرى في عناوين الصحف العربية. في صحيفة الشرق الأوسط، السفير البريطاني مستعدون لدعم السلام اليمني عبر مجلس الأمن. وفي عكاظ، منظمة تفضح جرائم الحوثي في حجور وبريطانيا تطالب الأطراف اليمنية بتنازلات. في صحيفة مكة، الحوثيون ضربوا قبيلة يمنية بالقنابل والصواريخ. المعمري، قتلوا عائلات كاملة واستخدموا سياسة الأرض المحروقة. في صحيفة العربي الجديد، مسؤول يمني تأجيل مفاوضات تبادل الأسرى مع الحوثيين. من عناوين الصحف والأخبار إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع ثورة نت للكاتب فهم الزبيري مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، تحت عنوان جريمة التدافع بصنعاء تنتظر العدالة. الكاتب في مقاله أكد أن ميليشيا الحوثي عملت منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة على تغييب الحقيقة وتزويرها من خلال التكتم والتستر على ملابسات وتفاصيل الجريمة وإخفاء المعلومات والأسماء، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والشكوك، مضيفا أن ما تم تداوله من صور وفيديوهات محدودة جدا وسط قيام الصحافة الحرة وتجاهل دعوات منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. مرت 3 أسابيع على وقوع مجزرة التدافع التي جرت في مدرسة معين في منطقة باب اليمن وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وراح ضحيتها 85 يمنيا وإصابة أكثر من 322 بجروح في حادثة تدافع للحصول على مساعدات مالية مقدمة من أحد رجال الأعمال. ماتوا وهم يبحثون عن 5,000 ريال، ما يعادل أقل من 10 دولارات، بعد إطلاق الرصاص من قبل ميليشيا الحوثي وحدوث انفجار لمحول كهربائي تسبب بالجريمة بحسب شهود عيان وغموض تفاصيلها حتى اللحظة. فرضت ميليشيا الحوثي سياجا حديديا واسعا في صنعاء ومناطق سيطرتها لقمع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي واحتكار الحقيقة، ومارست تكميم الأفواه وعسكرت المناخ العام وألغت التعددية السياسية والحزبية ودمرت الحياة الديمقراطية في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد. وفي هذه الحادثة المؤلمة التي شاهدها العالم، تحفظت منذ اللحظة الأولى على تداعيات الواقعة ومنعت الشهود والأهالي من زيارة الضحايا أو الحديث عن أي معلومات تتعلق بالحادثة، واستخدمت القمع والتهديد والابتزاز ضد كل من يحاول إظهار الحقيقة، واحتكرت النشر والتداول والصحافة. وهذه الممارسات انعكاس للحالة العامة في مناطق سيطرتها،
فلا يوجد سوى الصوت الواحد واللون الواحد والجماعة الواحدة. تحاول ميليشيا الحوثي تغييب الحقيقة عن الحادثة التي جسدت الواقع والحياة البائسة التي وصل إليها أبناء الشعب اليمني من وضع مزر من الإفقار نتيجة نهب المرتبات وإيرادات الدولة ومؤسساتها وعائدات الموانئ وشركات الاتصالات وفرض ضرائب وإيتاوات مالية مهولة ضد التجار والمؤسسات التجارية والمحلات وأصحاب البساطات، وهي سياسة ممنهجة تتعمدها ميليشيا الحوثي لتجويع اليمنيين ومحاولة إذلالهم، وهو دأب أجدادهم منذ آلاف السنين. وهذه المذبحة واحدة من سلسلة جرائمهم في اليمن عبر التاريخ، وهو ما أكدته الأمم المتحدة بأن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام. تسعى الميليشيات إلى طمس الحقيقة وتزويرها من خلال التكتم والتستر على ملابسات وتفاصيل الجريمة وإخفاء المعلومات والأسماء. تثير الكثير من التساؤلات والشكوك وعلامات الاستفهام حول أسباب التستر وما تم تداوله من صور وفيديوهات محدودة جدا وسط غياب للصحافة الحرة وتجاهل دعوات منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمطالب العادلة بسرعة التحقيق الشفاف والمستقل في الحادثة والتحذير من تلاعب ميليشيا الحوثي بملف القضية وإخفاء الحقيقة أو توظيفها سياسياً. الجنوب يقود اليمن، عنوان مقال نشره موقع المشهد اليمني للنائب البرلماني علي العمراني. أكد أن الفرصة واتية للجنوب لكي يقود اليمن بأكمله ويعمل مع كل أبناء الوطن على استعادة الدولة والجمهورية بدلاً من الذهاب إلى الصراعات والنزاعات التي لن تقود إلا إلى الدمار والخراب والجهل والتخلف. يعبر المشروع الانفصالي في اليمن عن أطماع ومصالح خارجية ترى في تقسيم اليمن مصلحة لها، ويقوم أصحاب تلك المصالح بالتمويل والتحريض والتحريش في سبيل تحقيق هذه الغاية الشريرة تقسيم اليمن. ولو أن الانفصاليين مستقلين عن التبعية الخارجية لكان الأجدر بهم العمل على استعادة الدولة اليمنية كلها، أي الجمهورية اليمنية مستقلة كاملة السيادة. وهناك فرصة تاريخية لأن يقود الجنوب كل اليمن شماله وجنوبه، وأقول الجنوب يقود اليمن ويدير ويدبر ويرتب مع كل الخيرين من أبناء اليمن، وليس المعنى أن يسيطر ويهيمن ويتحكم جهويا مثلا. فالقيادة بالمفاهيم الصحيحة مسؤولية والتزام تضمن الشراكة والعدل ولا تعني الاستحواذ والإقصاء أو الاستبعاد. وأما المشاريع الانفصالية فإنها تقوم عادة على نزعات منها ما هو عنصري، ومشروع الانفصال يتضمن فكرة أن الانفصاليين لا يقبلون العيش مع بقية إخوانهم المواطنين اليمنيين في تعز وصعدة وتهامة وصنعاء تحت سقف وطن واحد، ولا يخفى الردح والسباب والممارسات والشيطنة التي يقوم بها الانفصاليون ضد الشمال والشماليين وضد الوحدة. وفي أوقات سابقة كانت تحدث هذه الشيطنة المفرطة ضد فئات أخرى ليس فيها شمال وجنوب. هل نذكر بتلك الشيطنة وضحاياها الأبرياء الكثر؟ لا نود أن نبدو كمن ينكأ الجراح، فما يزال التاريخ حيا ينبض وما يزال كثير من شهوده أحياء. وحذاري من تكرار المآسي، ويكفي المأساة الكبرى التي تسبب فيها الحوثي. في لقائهم التشاوري تحدث الانفصاليون عن أسس ومنطلقات للحكم في الدولة التي يقولون إنهم يريدون استعادتها في الجنوب. وكان يفترض في نقاش في عدن في هذه المرحلة التاريخية وعدن عاصمة أن يشمل اليمن كلها، وكان بالإمكان وضع الأسس والمنطلقات ليمن ما بعد الحرب. وفي الحقيقة قد لا تنقصنا الأفكار وتشخيص المشكلات وحلولها، وهي ليست غائبة عن أدبيات الماضي، ولكن المشكلة ظلت تكمن في الممارسة والتطبيق، وهذا ما قاومه الشعب من خلال ثورة أو انتفاضة 2011 التي هدفت إلى الإصلاح والتصحيح والإنصاف، لكنها اخترقت واستغلت وقوضت من قبل جهات خارجية وداخلية بما في ذلك الحوثي ومشروع الانفصال وقوى الثورة المضادة الأخرى في الداخل والخارج. وكان يفترض أن تجب تلك الثورة ما قبلها وتقدم الحلول لكل القضايا بما في ذلك القضية الجنوبية،
وقد حصل توافق أن يكون الرئيس من الجنوب، وبذل محاولات جادة وحقيقية، وقال وهو صادق بغض النظر عن الإخفاقات الأخرى إنه قدم حلولا للجنوب أفضل مما تضمنته اتفاقية الوحدة والعهد والاتفاق، ومع ذلك بقي النزاعون إلى الانفصال على ما هم عليه. ويبقى السؤال، ما هو النظام الذي يصلح لأبين أو شبوة ولكنه لا يصلح للحديدة أو البيضاء وتعز أو مأرب أو صعدة وحضرموت والمهرة؟ وكأن الانفصاليين لا يدركون وجه الشبه والتطابق بينهم وبين المواطنين في كل ربوع اليمن، وكذلك المشتركات الكثيرة حتى مع مواطنين خارج حدود اليمن في الدول العربية المجاورة. ولعلهم يفهمون أن القبيلة على الحدود اليمنية السعودية على طول الحدود، وفي صعدة مثلا مقسومة بين اليمن والسعودية. وقال السفير الجابر إن هناك أكثر من 200 قبيلة على الحدود مشتركة بين البلدين، وأعني هنا أنه إذا كان التطابق والتشابه كبير بيننا وبين من هم خارج حدود اليمن، فما بالنا بمن هم داخل هذه الحدود. ننتقل إلى الصحافة الجديدة، والبداية مما جاء في الفيسبوك. هشام الشبيلي في منشور على صفحته بالفيسبوك تناول أهمية الوحدة لدى كل الشعوب والأمم، مؤكدا أنها من الثوابت التي لا تقبل النقاش. الوحدة لدى كل الشعوب والأمم من الثوابت التي لا تقبل النقاش. أيرلندا الشمالية، إقليم كاتالونيا في إسبانيا، كورسيكا الفرنسية، إقليم الباسك في إسبانيا والذي دارت فيه معارك على مدى 40 عاما بين الانفصاليين والسلطة، وأعلنت الحركة الانفصالية عن حل نفسها في العام 2013 والتنازل عن مشروعها الانفصالي. إقليم الفلاندرز في بلجيكا وجزر فارو في المحيط الأطلسي وإقليم اسكتلندا في بريطانيا، كل هذه الأقاليم في قلب أوروبا الديمقراطية تطالب بالانفصال لها عشرات السنين، وأجريت على استفتاءات وهي من عرقيات وأجناس ولغات عدة. ورغم تلك الاستفتاءات إلا أن السلطات أجهضت أحلام الانفصاليين كما حدث في إقليم كاتالونيا، فوحدة الشعوب والأرض مقدسة فوق كل اعتبار. أما نحن فخط المسند على امتداد الأرض اليمنية من صهاريج عدن إلى شبوة وحضرموت ولحج ومأرب، الأرض واحدة منذ آلاف السنين. علي الفقيه في منشور على صفحته بالفيسبوك استنكر المواقف الضبابية لبعض الشيوخ الدين من جرائم ميليشيا الحوثية الإرهابية. دعاة وشيوخ دين يقيمون خارج البلد أصدروا بيانا يحذر المجتمع من خطر المراكز الصيفية التابعة للميليشيا على النشء وعلى المستقبل، لكنهم نشروا البيان مجهولا بدون أسماء فيما بدا وكأنه مجرد إسقاط واجب. قالوا إن لديهم منازل وأقارب في مناطق سيطرة الحوثة. كثيرون ممن أفنوا أعمارهم في حث الناس على التضحية من أجل الدين والوطن حين كان وقتها اكتفوا بالدعاء الله يقوي إيمانكم، مقابل عيال برم الدين. معانا شيوخ ووعاظ برموا الدين. طبعا هذا المنشور لا يشمل شيوخا ضحوا مثلهم مثل بقية الشعب. أما عن ما جاء في تويتر، مصطفى غليس في تغريدة له كشف عن خسائر اليمنيين من حروب الحوثية العبثية. أريقت دماء أكثر من نصف مليون يمني بين قتيل ومصاب سيعيش مع إعاقة دائمة بسبب أطماع دجال مران في حكم اليمن. بدأ حربه على اليمنيين قبل دخول ميليشياته صنعاء في 2014، وما تزال سجون الحوثيين مليئة بعشرات الآلاف من الأبرياء، إضافة إلى إفقار الشعب وتدمير مكتسبات الوطن وبنيته التحتية. تغريدة أحمد اليفرسي على تويتر تناولت مقتل مواطن من أبناء الجوف وجرح آخرين على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية. لا حول ولا قوة إلا بالله، وتستمر ميليشيا الحوثي في قتل اليمنيين. نقطة حوثية في منطقة برط المراشي بالجوف تقتل المواطن علي بن هادي بن حسين منصور أثناء إسعافه وهو مريض، وجرح ابن أخيه مع زوجته. هذه هي ميليشيا الحوثي، أشعة القتلى وسفكت الدم في كل مكان. تغريدة بشير الحارثي على تويتر تناولت الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الانتقالي بحق أبناء عدن.
منذ وصول القرويين إلى عدن سيطروا على جميع مؤسسات الدولة وقاموا بإقصاء أبناء عدن من الكثير من المناصب القيادية في جميع المؤسسات فضلا عن النهب والسيطرة والبسط على الأراضي العامة ومصادرتها لصالحهم. لم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى تصفية وتشريد واعتقال كل الشخصيات الاجتماعية والمؤثرة في عدن. أما تغريدة ثابت الأحمدي على تويتر فقد أكدت استحالة تحقيق السلام مع ميليشيا الحوثي لهذه الأسباب. لو كان ينفع السلام مع الإمامة في اليمن كانت نفعت كل محاولات الإصلاح السياسي والدعوات السلمية من أيام الهمداني إلى الزبيري ونعمان. 1000 سنة ولا نفع معهم معروف، ما نفع معهم إلا دبابة علي عبد المغني وبندقية جزيلان وصميل السلال. هذه هي الخلاصة، ومن عاش خبر. الإرهاب الحوثي وجرائمه في حق اليمنيين، وضع تغريدة وليد الراجحي على تويتر. في كل اعتداء وجريمة إرهابية ترتكب في العالم بحق مواطن أو مؤسسات أو إلى غير ذلك، تجدد لدى اليمني حزنه، تذكره بجرائم مماثلة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحقه: تفجير مؤسسات، قتل بدم بارد، تفخيخ، إعدام أسرى، قتل نساء اغتصابهن في المعتقلات، قتل مباشر على مرأى ومسمع المرة. ربما فاق الإرهاب الحوثي كل تطرف. مجل الصمدي في تغريدة له على تويتر ندد بسرقة ميليشيا الحوثي لودائع المواطنين من الملوك. سلموا للناس ودائعهم ومدخراتهم في البنوك، لا مبرر لعدم دفع الودائع التي هي أمانة عندك. خلاص قلت ربا ربا، ادي حقي أسير أطلب الله. أكثر من 2,000,000 وديعة يتم سرقتها عبر قانون صادر من ميليشيا الحوثي. أقول ميليشيا لأنكم لم تحترموا حقوق الناس. جهود الدولة في إنقاذ رعاياها من السودان، موضوع تغريدة غمدان اليوسفي على تويتر. مهما كانت الدولة في أتعس حالاتها تظل دولة. ننتقد ونشتم قيادة الدولة ونقول فيهم كل سوء لأنهم مسؤولون عنا، لأنهم الدولة. اليوم تتواجد بقايا الدولة برغم إمكاناتها الضئيلة جدا وتنقذ رعاياها في دولة حرب وتعيدهم إلى أرضهم برغم بؤسها، لكنها في النهاية تفعل. شكرا للجهود المبذولة. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حديث الصحافة. نلقاكم.